السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومات مفيدة. والنهاردة معلومتنا بعنوان مستقبل الأمة بيد أطفالنا. أيوة، مستقبل أمة الإسلام بإيد أطفالنا. هحكي لكم بعض المواقف اللي حصلت زمان، كيف كان التعامل مع الأطفال حتى أصبحوا قادة. محمد الفاتح وهو صغير كانت أمه تاخد وقت الفجر ليشهد أسوار القسطنطينية وتقول لها: أنت يا محمد من سيفتح هذه الأسوار، لأن اسمك محمد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ستفتح القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش هذا الجيش، فيكون اسمك على اسمه، فأنا سميتك محمد من أجل هذا. تخيل الأم ربت ابنها على إيه؟ فطلع محمد الفاتح هو اللي فتح القسطنطينية، اللي استعصت على كبير ناس كتير جدا ومنهم كانوا صحابة. الشخصية الثانية صلاح الدين الأيوبي، عندما كان صغيرا شاهد أباه يلعب مع الصبي، أبوه شافه بيلعب فأخذه من وسط الأطفال ورفعه عاليا بيده، وكان أباه رجل طويل القامة، وقال له: ما تزوجت أمك وما أنجبتك لكي تلعب مع الصبية، أنا ما اتجوزتش أمك لكده، ولكن تجوزت أمك من أجل أن تكون محرر الأقصى. وتركه من يده فسقط، وقع على الأرض. طبعا كان طفل صغير، فنظر الأب إلى الابن فرأى الألم على وجهه فقال له: ألمتك الوقعة دي؟ وجعتك؟ قال صلاح الدين، قال لأباه: نعم. قال: فلما لم تصرخ؟ لما ما تألمتش وتوجعت؟ شوف الرد. قال له: ما لمحرر الأقصى أن يصرخ أو يتألم؟ شوف التربية وصلت لإيه. ده اتجوز دي عشان خاطر يخلفه ولد يحرر بيت المقدس، وبالفعل كان صلاح الدين هو محرر بيت المقدس. ولم تكن صفية بنت عبد المطلب تبالي لولدها الزبير الذي سقط من على ظهر الفرس ولم يكن يأكل الخوف في قلوب العرب، وهم يرسلون أولادهم إلى البادية بالشهور والسنين. ما كانش قلبهم شديد زي بيقولوا، لا، ده كان عشان يتعلموا الصلابة والقوة والشجاعة. ولم يكن بقاء الولد وحده مع الغنم ليلا وفي ديوان مكة يؤلم نفس أبيه، ولم يكن خروج الشباب اليافع إلى التجارة والصيد وتسلق الجبال الشاهقة وسيد الأسود أمثال سيدنا حمزة يجعل أمهاتهم تموت رعبا. بالعكس، لكانت بتربي جواهم الشجاعة والقوة والتضحية. لذلك لما جاء الإسلام صادفا قوته الروحانية قوة بدنية، خرج رجالا مثل خالد بن الوليد والزبير وسعد والمسنى والقعقاع بن عمرو، ولم يعودوا إلا بملك قيصر وكسرى. تخيل لما الناس دي اتربت على القوة من صغرهم وزاد ده إسلامهم، فتحوا أكبر قوتين في العالم آنذاك، كسرى وقيصر، الفرس والروم. احنا في زماننا ده نحتاج أم كصفية وولد مثل الزبير وأبا كنجم الدين أيوب وأسد كصلاح الدين، فالأمة مقدمة على مرحلة لا يصلح معها صاحب الاسم المذكر والفعل المؤنث. مستقبل هذه الأمة في يد أطفالها، بس الأطفال دول عايزين أب زي نجم الدين ولد صلاح الدين، وعايزين أم كصفية أم الزبير، أو هند أم معاوية بن أبي سفيان. دول اللي ربوا أبنائهم إزاي يكونوا أبطال، إزاي يكونوا شجعان، إزاي بجد ينصروا هذا الدين، إزاي بجد يوصلوا الدين دوت لكل العالم بحب ومودة وبدفع الظلم عن المظلومين. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو من باب الدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم. مع
قناة اعرف دينك.